جاء الوليد بن المغيرة أحد سادات قريش يوم من الأيام، جاء لكفار قريش قال لهم: لو كان هذا القرآن صحيح، لو كان هذا الدين حق، لو كان الذي يدعوكم إليه محمد حق لما أنزل عليه. قالوا: ينزل على من لو كان حق؟ قال: ينزل على عظيم مثلي. وكان الوليد بن المغيرة له يعني الوجاهة في قريش وهو سيد من ساداتها، قال: على الأقل ينزل على واحد مثلي، أو ينزل على أبي مسعود الثقفي في الطائف، سيد الطائف يعني في مكة، ينزل على واحد مثلي، وفي الطائف القرية الثانية ينزل على الثقفي أبو مسعود، مو ينزل على محمد. فأنزل الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. شنو على كيفك يا وليد تقسم رحمة الله؟ القرآن ينزل على هذا ولا ينزل على ذاك؟ هذه رحمة الله، هو الذي يختص بها من يشاء. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.